أحمد العالمي تنتمي طبيعة الحال للترسانة ديال المدربة المغاربة من جوج الواقع إعلامي وباحث في القانون تخصص صياغات شرعية. طبيعة الحال نحن متواجدين هنا منذ الساعة الرابعة إلى حدود السابعة ونصف مساء في إطار إعداد قانون أساسي يتعلق بالجمعية الوطنية لمدربي كرة السلة بالمغرب. طبيعة الحال كما سبق الذكر وطرقوا للأطر الوطنية في سي وحيدي وسي بوشعيب الأزهري تكونت لجينة إطار لجنة تحضيرية لإعداد طبيعة الحال أو لوضع النقاط الأخيرة حول القانون الأساسي المنظم كخارطة طريق لهذه الجمعية هذه، ثم تحديد التاريخ والمكان التاريخ والمكان اللي غيجرى فيه جمع تأسيسي لهذه الجمعية. في حقيقة الأمر كنت متواجدا مع مجموعة من الأطر اللي عندها تاريخ وتاريخ حافل وأدت يعني واحد تقريبا أعطت واحد طبق أصيل كرة السلة الوطنية. اليوم نحن جد متفائلون بإخراج واحد المولود جديد للساحة الوطنية للدفاع وترجمة الأفكار اللي كتتعلق بالواقع ديال المدربين ديال كرة السلة الوطنية. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الخطوة خطوة إيجابية ونتمنى نمشوا إن شاء الله بعيد بهذا الإطار هذا.